بون، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله جينا في فيديو جديد، وهذا الفيديو سيكون حول مقالة الدال والمدلول في شعبة آداب وفلسفة. قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وديروا جيم، الصح كله في الجيم أخواتي والطلبة. نبدأ على بركة الله طرح المشكلة. لكل واحد منا جملة من الأفكار والتصورات والمشاعر الذاتية، فالإنسان يريد التعبير عنها بغية التكيف مع العالم الخارجي والأوضاع والمواقف التي يواجهها. هذا التعبير لا يتم إلا على شكل لغة. أنا باه نعبر لازم لي لغة. وشني هذه اللغة؟ اللغة هي عبارة عن ظاهرة إنسانية تتكون من ألفاظ ورموز وإشارات تحمل معاني ودلالات، وهذه الأخيرة شغلت اهتمام العديد من الفلاسفة. هذا العناد الفلسفي لازم تديروه، لازم راهو ينقطع عليه. هذا اهتمام العديد من الفلاسفة والمفكرين حول العلاقة بين الدال والمدلول، يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى. هناك من اعتبر أن العلاقة بين الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى علاقة طبيعية ضرورية، وأن كل لغة مستمدة من الطبيعة، يعني أن كل لغة مستمدة من الطبيعة وأن الإنسان ما سماهاش هو. إلا أن الطرف الآخر اعتبر علاقة ارتباطية، عفوا، اتفاقية. من هذا الأساس نتساءل نحن بدورنا، هل العلاقة بين الدال والمدلول علاقة طبيعية أو اتفاقية؟ أنصار الاتجاه الأول وهم أنصار المدرسة الترابطية بزعامة إيميل بيانفينيست، الذي يعتبر صاحب كتاب اللسانيات العامة، على أن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ضرورية. والحجة التي تثبت ذلك أن هذه اللغة ظاهرة إبدعتها الطبيعة للإنسان، وأن الإنسان ليس هو من أبدعها بل تعلمها واكتسبها من خلال التقليد والمحاكاة للظواهر الطبيعية، وأن الأشياء التي تفرض يعني هي الأشياء هي اللي فرضت أسماءها على الإنسان. فمن سمى المسطرة لأنها تسطر، ما نقدروش نسميه مسطرة سيارة، ومن سمى السيارة لأنها تسير، وهذا يثبت على أن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة طبيعية. فمن سمي القمر لم يمكن بإمكانه أن يسمي شمس، لأن الدال يعبر عن هويته، يعني يعبر عن هوية الشيء وجوهره وطبيعته، ونحن نستخدم الألفاظ والرموز والكلمات لكي نعبر عن أشياء مادية محسوسة، لأن كل كلمة تحمل في طياتها جوهر، يعني معنى الشيء الذي نشير إليه. مثال ذلك نقول مثلث لأنه عنده 3 أضلاع، نقول عليه مستطيل لأنه عنده كذا. وما يثبت أيضا أن العلاقة بينهما علاقة طبيعية أن أفلاطون في محاورته الكراتيل أثبت أن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة طبيعية، وأن العالم يعني أن العلامات اللسانية لديها بنية واحدة، ما عندهاش قدام بنية فيها الدال والمدلول، فلا يمكن الفصل بينهما. فالذي لم يسمع عن ظاهرة خرير المياه، يعني موقفش على خريرة المياه، لا يدرك معنى خرير المياه، لأن نحن نستخدم الألفاظ والكلمات لنشير إلى أشياء محسوسة. ويرى أيضا بيانفانيست أن الدال والمدلول لديهما نفس القيمة والتركيبة، فهذا لا يمكن الفصل بينهما، لأن الفكر يرفض الأشياء اللي ما عندها حتى معنى. لم نشاهدها عفوا، فنلاحظ أن جميع لغات العالم مستمدة من الطبيعة، مثال ذلك خرير المياه، حفيف الأشجار، زئير الأسد إلى آخر ذلك، فإن كل الأصوات مستمدة من الطبيعة تحمل معنى واحد. يقول ابن فارس أن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة طبيعية، وهذه اللغة ليست من إبداع إنساني، حيث يقول وعلم آدم الأسماء كلها. هذه راهي مقالة طفل قرأها في ليكور، حبيت نجيبها لكم، ممكن تهزوا منها المفيد، وهي مقالة جيدة جدا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. نزيد لكم النقد قبل أن ننهي الفيديو. النقد، لو كانت العلاقة طبيعية لا نلاحظ أن، يعني إذا كانت العلاقة طبيعية صح لا نلاحظ أن اللغة الإنسانية واحدة، لكن المشكل في ذلك أن اللغة متعددة ومتطورة باستمرار، بعين أن اللفظة الواحدة تحمل عدة معاني. مثال ذلك نقدر نقول أخت ونقدر نقول شقيقة، نقدر نقول أخ ونقدر نقول شقيق، فهذا يستحيل أن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة طبيعية. إن شاء الله راحين في الفيديو الجاي نتموا الموقف الثاني والنقد تاعو، وراحين نتموا التركيب والاستنتاج. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، ما تنساوش تدعمونا بجام وأبوني لكي يصلكم كل جديد، وإلى اللقاء، وربي يوفقكم إن شاء الله.